السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين النهاردة كده عند محمد السيست اللي انتوا شايفينها دي، كانت 3 × 10، عنده تشكيلة حلوة النهاردة، جايب سيست حلوة، وعنده جبريت، عنده اساتك، عنده حاجات كتير. احنا فين؟ عند محمد اهو في سوق التلات زي ما انتوا شايفين كده. السيستة دي من جيب 2 جنيه، ايه السيستة ب2 جنيه ونص دي، ايه السيستة ديت 3 × 10، شايفين شكلها عامل ازاي؟ 3 × 10 اهو، ده كله فين؟ عند محمد في سوق التلات. ودي البكرة ب4 جنيه، ده تولي اهوت متر ب5، شايفين الحاجات دي كلها اهي، عنده الولا كلها. الفيديو مع بعض كده زي ما انتوا شايفين، وادي السوست، في حاجات ب2 جنيه، 3 × 10، في حاجات ب5، مش كله، كل حاجة ولها سعرها. جبرت بقى في متر ب5، ب7 ونص، ب15، مش كله. السوست ديت ب2 جنيه، ودي ب2 ونص، دي كلها سوست وخيط عند محمد. اللعب الاول متر ب5 جنيه، كان في عنده الابيض بس، عنده الحاجات دي. دي الوردة، ده هي الوردة دي المتر ب5 جنيه، ده بيتحط بقى على الميلاد بيبقى حلو. في من عنده الأبيض، ده نفس النظام، عنده حاجات تانية، وردة اهوت وكولف، رسومات كتير، عنده حاجات كتير النهاردة عند محمد اهو. حلوة الأشكال دي زي ما انتوا شايفين كده، دي حاجات بتتلزق، حاجات بالحتة الواحدة ب5 جنيه. فين دي كلها؟ فين؟ عند محمد في سوق التلات اهو. دي كلها فين؟ اي رسمة اي رسمة بخمسة، اي رسمة ب5 جنيه، دي سوستة ب5، دي سوستة كبيرة اهي، سوستة ب5 جنيه، شايفين شكلها؟ سوستة ب5 جنيه. دي 3 × 10، دي أساتيك اهيت، الأساتيك ديت بتاعت البوكسرات، أساتيك بتاعت البوكسرات، دي ألوانتها كلها أساتيك بتاعت البوكسرات. دي اهي 4 × 10، 4 × 10، دي اللي هي بتاعت البراهات وكده، شايفين شكلها حلوة والخامة بتاعتها جميلة على فكرة زي ما انتوا شايفين. ده كله فين؟ عند محمد. لو عجبكم الفيديو ما تستنوش باللايك والشير، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.